يعني انا بدي ادي لك فترة اسبوعين وبعديها راح اطلع على البروفايل تبعك زي هيك، تمام، واشوف ايش الكومبيتيشنز اللي انت داخل فيها، قديش عدد الكومبيتيشنز اللي انت محاول فيها، وانه على الاقل انه انت عامل فيها سبمشن. فهذا برضو انه فاكتور انه انا ارتبكم، يعني انه يعني اعلى واحد مجرب، اعلى يعني اعلى كومبيتيشن انه هو حياخد اعلى علامة، تمام. هذا حيكون انه طريقة في التقييم. في طريقة تانية للتقييم انه حتكون انه كاساينمنت تاني، انه انت بدك تختار لك تو كومبيتيشنز على سبيل المثال، وانه انت تحاول انه انت تحسن فيها السكور قدر الامكان، لانه تحسين السكور بيستغرق منك وقت. الكومبيتيشنز اللي انت ممكن تختارها زي ما ذكرت لك هنا، في عندك هذا الارتكل سيلكتد كاجل كومبيتيشنز، مقسم لك اياها لستراكتشرد ولا ايمجز ولا تكست. احنا الايمجز والتكست لسه احنا ما خدناش كيف نتعامل معاهم، هناخدهم يعني بعد ما نبدا في الديب ليرنينج، يعني خلال المحاضره الجايه او اللي بعديها ان شاء الله. لكن انت ممكن تركز على الستراكتشرد. من ضمن الستراكتشرد انت في عندك هنا على سبيل المثال الريستورانت ريفينو بريدكشن، فهذا عباره عن زي الهاوس برايس، بس هنا بدك تتنبأ بالعائدات تبعت المطعم. هذه عبارة عن competition و بناء على هذا الكلام انه يعني الاوبن ديت، قديش المطعم له مفتوح، وين المكان اللي موجود فيه، شو السيتي جروب، هل هي بيج سيتي، هل هي سمول سيتيز الى اخره، شو التايب تبعها، هل هي بتقدم فاست فود، تمام، او انه يعني ان لاين، انه يعني انه بتقدم لك طعام داخل المطعم او ايش بالضبط. بعديها انت في عندك من بي 1 لبي 37، هدول عباره عن ديموغرافيك داتا موجوده في المطعم هذا. فبالتالي انا لما بدي اجي افتح مطعم مثلا، فبدي اشوف قديش العائدات تبعته بناء على قديش انه وين انا مكان بدي افتحه، شو نوع الفود اللي انا بدي اقدمه، هل هو فاست فود ولا لا، وبناء عليه بدي انا اعمل بريدكشن للتارجت اللي هو ريفينو. طيب اما بالنسبه للتاكسي فير، فير قديش الاجره، قديش الأجرة؟ فير. لا لا هديك فير، وفي عندك بالآي. تمام؟ فأنت عندك هنا NYC نيويورك سيتي تاكسي تريب ديوريشن، في عندك تنتين للتاكسي. واحدة بدك تتنبأ في قديش فترة الرحلة لديوريشن تبعها، طبعا هتستغرق 20 دقيقة، 40 دقيقة، 70 دقيقة، ساعة و10 دقائق. وفي عندك اللي هو التاكسي فير FARE، اوكي تمام. فهذه التاكسي فير زي ما ذكرت لك انه برضه ريجريشن بروبلم، طلع على الايفالويشن اللي هو روت مين سكويرد ايرور لوغاريثميك او لوغاريثميك ايرور، فانه هو نفس الروت مين سكويرد ايرور بس دخل اللوج انا عندي في الموضوع، وهي التريب اي دي، وقديش انه الديوريشن تبعها، هذه 978، تمام. شوف في البيانات انت ايش في عندك. طبعا بيعتمد على عوامل كثيره، زي مثلا انت عندك البيك اب تايم، لانه الوقت اللي عمل لك يعني انه على الساعه قديش انه بدات الرحله، على الساعه 11، على الساعه 7 صباحا، بيختلف، تمام، لانه بيعتمد على الزحمه، تمام، والدروب اوف تايم، والباسنجر كاونت، كم راكب كان في الرحله هاي، والبيك اب لانجيتود لاتيتود، والدروب اوف لانجيتود ولاتيتود اللي هو خط الطول والعرض، تمام. وهنا بدك تعمل بريدكشن للتريب ديوريشن بالسكندز، فاللي احنا شفناها 900 كانت 900 سكند، تمام. فهذه عباره عن ريجريشن بروبلم. شوف الثانيه تبعت الفير،
هذه برضو الايفالويشن مستخدم روت مين سكويرد ايرور بدون لوغاريتميك، هاي المعادله تبعتها، وهي الاكزامبل انه انت عندك على سبيل المثال انه هاي الكي وهي الفير اماونت، انه بقول لك انه الرحله اللي في هذا الوقت والتاريخ والاي دي تبعها تمام، الفير تبعها 11 دولار، هذه 12 دولار و5 سنتات وهكذا. شوف انت ايش عندك في الداتا، عندك البيك اب تايم واللانجيتود واللاتيتود والدروب اوف لانجيتود ولاتيتود والباسنجر كاونت. فعلى هذا الاساس انه بدك تعمل بريدكشن للفير اماونت. انه انت بتقدر من هذا الكلام انه انت تحسب الديستانس، والوقت برضه بيدخل عامل في الموضوع لانه بيشمل انه يعني في وقت ازدحام ولا لا، بالاضافه للباسنجر كاونت، وعلى هذا الاساس بتقدر تحسب الفير. تمام، وزي ما حكيت لك انه هذه تطبيقات عديده عندك موجوده حاليا زي الاوبر او الكريم، انه لما تيجي السواق يعمل لك دروب اوف، هو بيستنى التطبيق يعمل له كالكوليشن لقديش الفير او قديش الشغله الرسوم اللي انت بدك تدفعها او الاجره اللي بدك تدفعها، فهو بيكون في عنده موديل بيعمل حساب لهاي الشغله. فيعني كويس انه انت تشتغل على كومبيتيشن زي هيك. في عندك كذلك الوالمارت ريكروتينج سيل ان ستورمي ويذر، وهنا كومبيتيتيف داتا ساينس بريدكت فيوتشر سيلز، هذا التنبؤ للمبيعات. هنا بيكون في عندك تايم سيريز، وبدك ترتب الموضوع انت عندك كتايم سيريز زي ما شفنا المره الماضيه، وبدك انه انت تعمل سبليت للديتا بعد ما تعملها سورت. فهي انه انت ممكن تشتغل على هدول الكومبيتيشن. ممكن اشوف لك هاي يا كات، هذه كاتيجوريكال فيتشر، هذه كومبيتيشن بتركز على الكاتيجوريكال فيتشر انكودينج، انه بتطلب انه انت تعمل انكودينج للكاتيجوريكال فيتشر كتير. والسبمشن انت عندك انه عندك الاي دي والتارجت، والتارجت هنا انه السكور تبعه هو الروك، وهي حطيت لك لينك له عشان تشوف المعادله تبعته، هو بعمل لك ايفالويشن عنده، ولكن انت ممكن انه تشوف ايش في عندك. يعني على سبيل المثال عندك في الترين هنا 25 كولوم، الكولومز هذول كلهم كاتيجوريكال تمام، لغاية لما تصل للتارجت، التارجت اللي هو هاي هذا التارجت. في عندك عمود للمانث، عمود للدي، والباقي هنا عندك اورد 5 اورد 4 الى اخره، هذول كلهم كاتيجوريكال اتريبيوت. الفكره في الموضوع هنا انه انت بدك تطبق ليبل انكود، بدك تطبق اساليب مختلفه للتعامل مع الكاتيجوريكال اتريبيوتس، لانه هذول كلهم كاتيجوريكال، عشان تشوف كيف انه انت ممكن تحسن البريدكشن تبع التارجت تبعتك. يعني هي مش ملهاش ابلكيشن معين، بس انه انت بتعمل براكتس للسكيلز تبعتك المتعلقة بالكاتيجوريكال فيتشرز هاندلنج. بدي اضيف لكم هذه بريدكت فيوتشر سيلز تمام. لاحظ انت عندك هنا هذه بدها جوين، تعمل جوين للسي اس في فايل. انت في عندك هنا شوبس، وفي عندك سيلز، وفي عندك الايتيمز، وعندك الايتيم كاتيجوري. محتاج انك تعمل جوين لهدول الشغلات وتحطهم في داتا فريم واحده وترتبهم عشان انه انت تشتغل تعمل بريدكشن لقديش المبيعات انت عندك تمام. هي هذه بدي احط لكم الرابط تبعها، وهذه اللي هي الكريدت كارد فراود ديتكشن. انت في عندك تو داتا سيت، هذه حوالي اكبر، هذه 545، وفي الثانية هذه حوالي 144 ميجا. فهذه انه يعني بس هذه انه اتس مور كومون، يعني
فهذه حكينا عنها سابقا قبل هيك، انه انت عندك حوالي عندك حوالي 492 فراود ترانزاكشن من 284 ألف ترانزاكشن. فالديتا هذه الست هذه انه تعتبر unbalanced، وبدك تطبق هذه كلاسيفيكيشن تعتبر، لانه انت بدك تصنفها بالاخر انه هي فراود ولا مش فراود. فحط لكم الروابط تبعتها، في حتلاقي في الصفحه هذه برضه حتطلع على داتا سيت ثانيه هذه في الاستراكشر، وبرضه هحط لك اياها لانه في داتا سيت ثانيه لسه ظهرت حديثا، ممكن احط لك على اياها انه انت ممكن ان انت تشتغل عليها لو حبيت، او الاقي كومبيتيشنز ثانيه برضه هعمل لك ابديت لها. فزي ما حكيت انه يعني من هنا لمدة اسبوعين خلينا نعمل ست لهذا الاساينمنت. كيف؟ برضو لو حابب انه انت تعمل انه تشارك في كومبيتيشنز تاني غير اللي موجوده انا عندي ليستد، فبرضو انه اتس اوكي يعني. فهذه تاريخ التسليم تبعها يوم 28. تمام. والمطلوب عندك بليز submit your Kaggle profile. رابط البروفايل تبعك بضغط عليه بشوف قديش انت شاركت في competition. يعني انت الان صرت مشارك في ثلاثة، بدك يعني على الاقل كمان ثلاثة، يعني على الاقل لازم تكون مشارك في ستة كومبيتيشنز على الاقل مشاركة، وعامل اتليست وان سبمشن، يعني حتى لو كان السكور كتير بعيد انه وان سبمشن. هذه الشغلة. الشغلة الثانية خلينا ندون هذا الكلام. هنا you should participate at least to six competition. هذه شغلة. والشغلة الثانية إنه you should have a good score at least in three competitions. Okay. هيك الأمور كلها واضحة. بدي أشوف في التوب إيش أنت. يعني كرنل من ايش؟ من اللي جاي بسكور عالي وعامل عملها ايديت؟ غير الالوان.
ما بصير ديسكشن بسألوا أسئلة بتفوتوا الحيط يعني ببين طيب بصير هو بدل ما هو كان بده يغير ألوان النوت بوك نفسه هو نفسه بصير ألوانه تتغير اوكي زي ما بتدوروا على الطرق الالتفافية طيب هيك بنكون خلصنا يعني الكلاسيكال ماشين ليرنينج وبدي اياك انه انت تشد حالك بالكومبيتيشنز انه انت تحسن وضعك فيه كل ما دخلت على بروبلمز اكثر بيكون انه بتعمل بولش للسكيلز تبعتك اكثر يعني بتثقل السكيلز تبعتك اكثر